راح أتكلم اليوم عن أحدث تقنية في تبديل مفاصل الركبة، وهي تقنية الماكو أو الروبوتك أو الذراع الآلي. لله الحمد اليوم تم إجراء أول حالة في الكويت بهذه التقنية. الدكتور حسين الحربي هو الوحيد في الكويت الحاصل على شهادة لاستخدام هذا الجهاز في الكويت. هذا الجهاز، هذا حجمه، هذا الذراع الآلي. هني المنطقة اللي تم تركيب عليها السو أو المنشار اللي تم فيه تقشير الخشونة. فهذا الشكل المفصل والحجم اللي نحتاجه للمريض وأي سايز. فكل شيء واضح عندنا قبل العملية. كل أدواتنا أو الأكسسواريز اللي راح تركب هني تكون معقمة. بعد شوي راح نشوف كل شيء بدقة أكبر. الدمج أو الضرر للأنسجة الدقيقة راح يكون جداً قليل، ما في قطع أي أوتار وعضلات، تشافي أسرع، مدى الحركة للركبة يكون أفضل بكثير لأن تركيب المفصل يكون بدقة عالية. طبعاً هذا التسكير اللي احنا نسكر فيه بعد عملية المفصل الصناعي هو عبارة عن لزقة نحط على الجرح بالطريقة هذه، تسكير سريع للسكن، شيلته سهلة، ما في عوار من الشيلة، وأفضل في الحركة لأن الدبابيس عادة ضايق المريض في الحركة. هذا شكل الجرح. العمليات دي لما يكون فيها معمولة بالطريقة التقليدية بدون استخدام الروبوت الجراحي بيبقى فيها تدمير للأنسجة أكتر بكتير من حالات استخدام الروبوت الجراحي. إن شاء الله دي تكون أول عملية، وإن شاء الله هيكون لنا تجارب أخرى وحالات أخرى كثيرة في المستقبل. وتحياتنا لكم من مستشفى الكويت وأهلا بكم.